استقبل وزير التعليم والبحث العلمي أيمن عاشور نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن بول مارشال بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. خلال هذا اللقاء أكد عاشور أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز مبدأ المرجعية الدولية كأحد أبرز المبادئ التي تركز على تحقيق أعلى مستويات التنافسية في جودة التعليم من خلال استضافة أفرع الجامعات الأوروبية في مصر بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها استضافة فرع جامعة إيست لندن.